لاحظ الآن الموضوع الرئيس أين مكانه، ثم لاحظ المواضيع الخمسة التي تتفرع من هذه السورة. مجرد العوام نتكلم الآن، مجرد النظر العوام إلى العنوان العريض، العريض نعم، والعنوان الخمسة فقط الرئيسية التي سنتحدث عنها إن شاء الله الآن، يقول والله إني كأني أدخل بيتا أعرفه تماما، أتجه إليه حجرة حجرة، أتجه إلى المجلس، أتجه إلى المقلط، أتجه إلى المطبخ، أعرفه تماما. يقول في السابق ما كنت أعرف هذا، صحيح ما كنت أعرف هذا. وهذه من فوائد كيف تفهم الوحدة الموضوعية للسورة ثم تفريعات هذه السورة. يا أخي القرآن، سورة البقرة سورة متكاملة متناسقة، يعني كبناء واحد، فيها روح كأنها لشخص تحدثك، كأن هذه الروح لشخص تحدثك توقظك في كثير من معانيها. وخاصة أن سورة البقرة نزلت أين؟ هي سورة مدنية، مدنية نعم. وهذه السورة التي هي مدنية نزلت أول ما بدأ نزولها، هي نزلت تقريبا على فترات. أول بداية نزولها كان على محمد صلى الله عليه وسلم في بداية الهجرة النبوية، لما بدأ بداية الهجرة للمدينة، واستمرت معه حتى قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم. متى؟ في أثر لابن عباس أن آخر ما نزل هو قول الحق عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال نزلت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بواحد وثلاثين ليلة. يعني لاحظ السورة كم أخذت. هذا واحد، السورة مدنية، يعني إذا لما أصبح للمسلمين دولة مكان تنظيم مدني، السورة فيها بيان للأحكام، فيها بيان للأحكام بأحكام الأسرة، فيها بيان لأحكام شامل للحياة كما سيأتي. ولذلك من خلال التعمق والنظر، لما كنا نحن والفريق نبحث عن ما هو الموضوع لهذه السورة، ما كان الأمر سهلا جدا. ولا نتصور أنه والله مجرد أن كل من أراد أن ينظر في سورة من سور القرية يستطيع أن يقف على الوحدة الموضوعية، خاصة وأن فن الوحدة الموضوعية، نقول هذا الكتاب اللي هو خلاصة ما بحثناه سينزل قريبا إن شاء الله، لأنه في مشاكل فنية واجهتنا، وكثير من الأخوة يعتبون علينا ويقولون طلعت كم مرة تقول سينزل. حقيقة عندنا مشاكل ربما إن أسامح الوقت عرضتها. الكتاب يتحدث قريبا عن خمس مطالب رئيسية. المطلب الأول: ماذا نعني بالوحدة الموضوعية للسورة؟ الموضوع اللي يسمى علم المناسبات، وهذا أمر فيه حتى يعني في بعض أهل العلم لا يرى الوحدة الموضوعية للسورة، والناس وتفاوت العلماء فيه على ثلاث أقوال، يعني خلنا نقول طرفان ووسط. منهم من بالغ في البحث عن الوحدة الموضوعية وتعنت فيه وحاول أن يلوي أعناق يعني الآيات كلها حتى يوجد موضوع للسورة، وهذا لا شك لا يوافق عليه. ومنهم من أنكرها وابتعد عنها، وهذا أيضا حقيقة فيه توقف فيه نظر. والتوسط في الأمر مطلوب، وحاولنا حقيقة نحن أن نسير، لأن القرآن يا أخي كما ذكرت هو وحدة متكاملة، طبعا أن تكون كل سورة، بل الذين يعني عاشوا مع القرآن وجدوا أن ترتيب السور له أهداف، بل أن آخر كل سورة مع بداية السورة التي بعدها لها ارتباط، مع أيضا أن آخر كل آية لها أثر ومعنى في الآية نفسها، خواتيم الآيات. ويتكلم ابن سعدي رحمه الله كلام جميل في كتابه الرائع الذي هو تجربة للشيخ في التدبر والنظر في القرآن، اللي هو القواعد الحسان في تفسير القرآن. واو جميل. ذكر 73 قاعدة تقريبا، إن لم تخني الذاكرة 73 قاعدة، ذكر كل قاعدة رائعة تجربة حياتية علمية لقراءته رحمه الله تعالى. إذن هذا المطلب الأول في الوحدة الموضوعية. المطلب الثاني في الكتاب: الخارطة الذهنية ودورها في إبراز المحور الخاص في السورة، وسيأتي الآن بيانها وهذا سنفصل فيه. المطلب الثالث في الكتاب: الوحدة الموضوعية للسورة وأثرها في تعميق وترسيخ الفهم والحفظ. كيف نستطيع أن نجعل من الوحدة الموضوعية، ليس من الخارطة الآن، من الوحدة الموضوعية، الخارطة وسيلة، الخارطة وسيلة، الوحدة الموضوعية كيف تستطيع أن تجعل فعلا منها هدف واضح في ترسيخ الفهم والحفظ والعمل بعد ذلك في القرآن. ثم المطلب الرابع: منهج السلف في قراءة القرآن، قراءتنا وقراءتهم، وهذا عجب، وهذا الذي صدر في الكتيب، وهذا كله موجود الآن. المطلب الخامس والأخير: التدبر معناه ومحله وأهميته في فهم الآية، ثم تعرضنا للتدبر وأمثال. ذكرنا منهج الصحابة في تقريبا خمس نقاط عريضة كيف كانوا يقرؤون القرآن. هذه النقطة التي أتمنى حقيقة أن نقف معها، وأن يقف معها كل حافظ وكل حافظة وكل متدبر. يا أخي نحن السلف الصالح لهم أثر، كيف كانوا يقرؤون القرآن؟
كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة قراءة القرآن؟ كيف كان جبريل ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن؟ حتى جاء في بعض الآثار أنه كان ينزل عليه خمسا خمسا، أو كان جبريل يعني يقرأ محمد صلى الله عليه وسلم خمسا خمسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الصحابة، قالوا كانوا يقرأ علينا القرآن 10 آيات لا نتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل. وذكرنا الآثار هنا وجمعناها وحاولنا أن نخرج بعضها. نعم في بعضها أسانيد ضعيف وأثار، لكن لما تجمع الطرق وتنظر تأخذ على الأقل كشاف كيف كانوا يقرؤون القرآن. وهذا المنهج اللي حيث نحرص عليه. مرحبا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم نسمات، ونحن نتحدث في هذه الحلقة عن الخارطة الذهنية لسورة البقرة. مرحبا بكم الدكتور. بشكل سريع، الأخت فجر تقول أفضل طريقة للحفظ، لعل نوهنا لذلك قبل قليل. هي درجات الإمام سفيان، الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ، الحفظ آخر درجة ليس أولها. جميل. من سلك التدبر عن الخشوع بين واحد لا يمكن أن يخشع إلا إذا دبر. إذا تدبر. الأخ أحمد قال تحتاج المؤسسات تحفظ القرآن إعادة النظر في، وهذا الذي وأنا هذا اللي نؤكده. هو شوف، علشان ما نقول إعادة النظر، هي طبيعة أي مؤسسة وأي مشروع يقوم ويمضي ثم يكون التطوير. نعم. يكون التطوير التقدم. أقول تطوير. نعم. أي نعم. وأنا أقول الأخ إذا كان عندك شيء أبدا، أنا تم سعيد بالنسبة لفكرة اللي تقول الأكاديمية وكذا، الاستماع لها. طيب جميل. الأخت مشاعل تقول سورة البقرة رقية، ما في غير. يعني في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة تنفر منه الشياطين أو ينفر منه الشيطان. هذا صحيح مسلم. وكل القرآن رقية. الأخ بخيت يقول يعني أنه تركز على أن القرآن شفاء وكذا، وأنا أعتقد أن الكل يعرف أن القرآن شفاء، ما في شك. لا وحقيقة موضوع مهم، لكن أنا بيودي نركز يعني حتى نكون أكثر ودي الحقيقة الأخوة المشاهدين الآن أن نركز على قضية الخارطة الذهنية، لأن هي حقيقة موضوع الحلقة هي الركيزة. وحتى أسئلة أنا أتمنى أسئلة الجمهور أن تركز على مثل هذا الموضوع كموضوع يعني علمي أيضا فكري تقني. الآن نبدأ يا شيخ في الخارطة الذهنية. في الخارطة، لعل الأخوة يخرجونها الآن على الشاشة خلفي. طيب نعطي صورة أو مفهوم عن الخارطة الذهنية ما هي. الخارطة الذهنية طبعا هي عبارة عن تقنية، وهذه أتمنى تصل للمشاهد الآن. هي عبارة عن تقنية. الآن ظهرت معنا الخارطة يا شيخ. طبعا أنا كبرتها الحقيقة، لأن لعل يصغرها قليلا. أعطني إياها كاملة. نعم. في البداية هذه هي اللي هي رقم واحد. لا أعطني الشاشة اللي الرئيسية. أي نعم الرئيسية. خلنا نعم تأخذ الشاشة كاملة. نعود مرة أخرى. طيب أنا الآن يعني قبل أن توجه الخارطة الآن رئيسة ما تخرج، أتمنى من الأخوة المشاهدين أن الخارطة الذهنية عبارة عن تقنية تخطيطية طبعا، وتعتبر قوية لتوسيع إمكانات الدماغ، فهي تسخر جميع المهارات المرتبطة بالدماغ. وهذا الفكر في الخارطة الذهنية أول من كتب فيه أو أبدع فيه هو العالم اللي يسمى أستاذ الذاكرة اللي توني بوزان، أستاذ الذاكرة. وطبعا من أفضل كتبه كيف ترسم خريطة العقل، ولذلك البعض يقول ليش ما نسميه الخارطة العقلية بدل أن تكون خارطة ذهنية. فهو له كتاب وأظنه موجود حتى الآن يعني في بعض المكتبات العامة المترجم، كيف ترسم خريطة العقل، وهو تقريبا في 132 صفحة بالحجم الصغير. وهو أول من وضع خرائط العقل التي تعد أداة التفكير متعددة لسلبية قوية الذاكرة. فالمقصود إذن الخارطة الذهنية ليست مجرد والله خارطة وضعت، إنما هو علم بحد ذاته. هذا العلم ابتكره أستاذ الذاكرة توني بوزان، وله كتاب مؤلف في هذا الأمر، ليس فقط في حفظ القرآن أو في فهم القرآن، إنما هو بدأه في لكثير من الأمور، سواء العسكرية أو الاقتصادية أو أي أمر في أمور حياتك. وهو موجود له على فكرة برنامج حاسوبي تقني، وهو الذي يرسم مثل هذه الخرائط وعلى أي صورة من الصور، سواء بهذه الصورة الذيلية أو بصورة الدوائر أو بصورة المربعات أو غيرها. لكن نحن حاولنا أن نسخر هذا العلم أو هذا التخصص أو هذه التقنية في كتاب الله عز وجل، وهو لا شك أنه من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل أن يخدم كتاب الله تعالى بقدر المستطاع للتيسير والتسهيل والتقريب للناس بأكثر فأكثر. وهذا ما حمسنا حقيقة إلى أن نتولى مثل هذا المشروع، وقد يعني نحن مجتهدنا فيه، قد نخطئ وسنخطئ لا شك في البدايات حتى نصل. ولذلك بفضل الله تعالى حاولنا أن نعرض هذا على كثير متخصصين وعلى بعض أهل العلم يعني، وسمعنا حقيقة كثير من الآراء ولازلنا نسمع، وأتمنى أن نصل لمرحلة أن نرى الخارطة الذهنية للقرآن كاملا.
على 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 الاختلاف او على انني اتفق مع قضيه معنا في قضيه الوحده الآن. الموضوعيه التي ربما يتناولها البعض من عدد من الجهات الان هذه بشكل مصغر وسنخرجها بالتكبير. هذه العام هذه الخارطه العامه الان العام. هذه الخارطه العامه للخارطه الذهنيه. ولاحظ نحن حقيقه من خلال يعني عمل ربما استمر سنه كامله ثم ايضا اخذنا في سنه ثانيه حاولنا نركز في قضيه انه ما هي الوحده في صوره واحده. ترى الان نتكلم عن سوره البقره, ما هي الوحده الموضوعيه سوره البقره؟ جميل. طبعا من خلال قراءات كثيره, من خلال نظر في كثير من التفاسير, حتى هناك من سابق مثلا الدكتور محمد دراز له يعني وضع تصور عريض لسوره البقره ما هي. بعض الباحثين في مجال الماجستير والدكتوراه ايضا ربما تناولوا القضيه من عدد من الجهات. يعني في حتى بعض كتب التفاسير المتقدمة فيها الحقيقة كثير من محاولة الإشارة للوحدة الموضوعية سورة البقرة. لكن حقيقة احنا من حاولة النظر لهذا العموم والقراءة فيما مضى ثم محاولة التأمل في هذه السورة من مجموع الآيات بعد حقيقة وقفات كثيرة اجتهدنا ورأينا والله أعلم أن الموضوع الأصلي لسورة البقرة هو قضية العبادة. جميل. وهو الذي في رأس اللي يخرجون الإخوان. نعم. هو اللي في خطتها باللون الأحمر الآن بالقلم. أي نعم. اللي هو رأس الهرم. اللي هو الموضوع الرئيسي سورة البقرة العبادة. طبعا كيف يكون موضوع الرئيس العبادة ومن أين أتينا كيف استطعنا نصل إلى موضوع العبادة. جميل. لاحظ حقيقة لما تأملنا في الآيات الآن لاحظوا هذه الخارطة تنقسم الموضوع العبادة الآن فيه ينقسم إلى خمس إشارات سريعة ولو لاحظناها الآن هناك. نعم. يعني رقم واحد هذا رقم واحد الذي في الأعلى الآن. أي نعم. هذا واحد أحسنت. الثاني جميل يعني رقم واحد اللي هو أصناف الناس. أصناف الناس. الثاني العبودية وأهميتها. الثالث الاستجابة وحقيقة العبودية. الرابع شمولية العبادة لجميع مناحي الحياة. والخامس التعظيم أس العبودية. جميل. ومقسمة بالآيات هذه الآن طارق وأرجو المشاهد الكريم معنا الآن والآن نحتاج للمصحف. الآن نحتاج للمصحف. هذه الخارطة العامة سننتقل الآن لتفصيلها على حسب المواضيع الخمسة 1 2 3 4 5. الآن سنأخذ رقم واحد. حلو جميل. رقم واحد الذي وضعته الآن أمامه أصناف الناس. أعطونا عندك خارطته يا جميل طارق. الآن نأتي للخارطة. أين الآن الخارطة رقم واحد أصناف الناس. هذه الخارطة. هذه الخارطة أحسنت. أرجو أن يتابع من المشاهد الكريم الآن فتح المصحف من آية أصناف الناس الذي هو طبعا الفرع الأول من فروع المحاور الرئيسية الخمسة. جميل. الفرع الأول والمحور الأول هو أصناف الناس. كيف أصناف الناس في العبادة؟ يعني أصناف الناس في العبادة بدأت من آية رقم واحد إلى آية رقم 20. وأنت أيها المشاهد الكريم تقرأ الآن في المصحف من آية رقم واحد إلى آية رقم 20. لاحظ معي الآيات 20 هذه تنقسم ثلاث أقسام تصنف الناس في الحياة ثلاث أصناف مؤمنون كافرون منافقون. تحدثت عن المؤمنين بخمس آيات من 1 إلى 5. من 1 إلى 5 تحدثت عن المؤمنين وصفات المؤمنين ثم أشارت للكافرين بآيتين من بداية قول الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم. ثم في الآية 8 إلى الآية 20 17 آية تتحدث عن المنافقين. وطبعا الحديث عن المنافقين لا شك أنه جاء بصفة أكبر لأن صفة النفاق صفة خفية, وبالتالي القرآن جاء وفضح المنافقين فضح عجيب سواء في الإشارة في أول سورة البقرة أو عندما جاء يتحدث عن سورة براءة ويسميها البعض بعض المفسرين يسميها الفاضحة لأن فضحت المنافقين تماما عرتهم. فجاءت هذه الأصناف الثلاثة من آية 1 إلى 20. عندما يقرأ القارئ ويبدأ في القراءة في أول السورة وفي فهمه في ذهنه الآن أن 20 الآية تحدث عن ثلاث أصناف مؤمنون وكافرون منافقون يبدأ شوف العقل كيف معه. إذن خمس آيات الأولى عن صفات المؤمنين وأقرأها ثم آيتين عن الكافرين ثم 13 آية عن المنافقين. لو أخذ ابنك شيخ طارق أو ابن أي أحد مشاهدين أو أي حافظ الآن يسمعني لو أخذ 20 آية للحفظ بهذه السورة وقسم هذا التقسيم ما رأيك؟ أليس احنا نتكلم عن التدبر العام يعني تدبر نوعان تدبر العامة وتدبر الخاصة. تدبر الخاصة الذي هو تدبر العلماء الاستنباط العلمي والتفسير الآيات وغيرها. نتكلم الآن تدبر العامة في النظر الفهم العام للآيات. لما يقرأ الطالب أو يقرأ المسلم هذه 20 آية سيجد والله خلاص بدأ في الذهن عنده صورة واضحة أن 20 الآية وتتكلم عن أصناف الناس. جميل. أصناف الناس في العبادة
الناس في الحياة بالنسبة للعبادة إما مؤمن وإما منافق أو إما كافر. طيب إذن هذه الخارطة رقم واحد. واسمحوا لنا يعني بالذي احنا نتكلم الآن عن ترى مشروع بخلال نعم بخلال لا ما في مشكلة. طيب الآن نبدأ الثانية، الأخوة يخرجون الآن الخارطة الثانية وفي المصحف من 21 إلى 39، أتمنى يتنبه معي الإخوة 40 آية. إحنا بالبداية قبل الفرع الأول، الفرع الأول من الفروع الخمسة كان 20 آية، الفرع الثاني الآن 40 آية. لاحظ 40 آية ما هو موضوعها؟ العبودية وأهميتها من 21 إلى 39. إذن العبودية وأهميتها من 21 إلى 29، من 21 إلى 29 الآن. تبدأ من آية يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لاحظ يا طارق لما تكلم عن 20 آية كان يشير خمس صفات للمؤمنين، صفتين أو إشارتين للكافرين، 13 إشارة للمنافقين، ثم جمع النداء في الآية 21 لجميع الناس. فقال في الآية 21 يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ليش الله عز وجل خلق الناس؟ العبادة. وما خلقت الجن والإنس. هذا حقيقة من الدلائل والبراهين التي جعلتنا بدأت تطرح معالم من القضية عبادة. أن المفهوم الموضوع الرئيس هو العبادة. قسم أصناف الناس في العبادة ثم نداهم نداء عام فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بدأ يتكلم عن أهمية العبادة إلى آية 29، إلى آية 29 وهو يتكلم عن أهمية العبادة إلى قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. لما جاء للآية 40 قال وإذ قال ربك للملائكة 30 الآية 30 آسف لما جاء الآية 30 قال وإذ قال ربك للملائكة. فتابع معي أيها المشاهد عبر المصحف الآية 30 أولها وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هذه قصة بداية العبودية، قصة بداية العبودية وتستمر من 30 إلى 39 إلى 39 إلى قول الحق عز وجل لما قال قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لاحظ اتباع الهدى، هبط الناس للأرض الآن وبدأت القضية الخلافة في الأرض. قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن هدى هداية وكفر، انتهينا الآن. جميل، أنا أعرف أن الوقت بدأ يضيق علينا، خلنا ننتقل لي هذه الثانية العبودية وأهميتها نعم هذه إلى آية 39. جميل، بداية من 40 أعطونا ثالثا الاستجابة وحقيقة العبودية. أعطنا خارطة لو سمحت، سنلاحظ أنها تنقسم إلى قسمين. لما صنف الناس ثلاثة أصناف جميل ثم بدأ يشير لنا لأهمية العبودية من خلال أهميتها ومن خلال قصة بدايتها، جاء الآن يضرب لنا مثالين، مثال سلبي ومثال إيجابي للعبودية. المثال السلبي هو في قضية بني إسرائيل، وفصلت الآية أو السورة في قضية بني إسرائيل وبالذات في قصة البقرة. فجاء لاحظ من آية 40 إلى 123 الفرع الأول، من آية المثال السلبي الآن من 40 إلى 123 جاء في قضية نقض بني إسرائيل العهد. آية 40 ماذا تقول؟ آية 40 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. فبدأ في قصة بني إسرائيل من هذه الآية وبدأت يعني يبين حقيقة أمة كاملة من الأمم أمرت بالعبودية الحقة لكنها تلونت ومكرت وتجادل وتقتل الرسل إلى آخره. وقصة البقرة قصة رئيسة في الموضوع في مكر وتلون اليهود وغدرهم. لاحظ ثم جاء من آية طبعا هذه من آية 40 إلى 103 تقريبا من المثال نقض بني إسرائيل، من 40 إلى 103 إلى ثم بدأ من 104 وأرجو أن يفتح المشاهد الكريم معي المصحف إلى 104 في المصحف. ماذا قال في 103؟ قال في آية 103 يا أيها الذين آمنوا أو ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير ولو كانوا يعلمون. ثم جاء في 104 يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم. هنا يبين توجيه المؤمن لحقيقة العبودية من خلال الدروس المستفادة من قصة بني إسرائيل. فذكر تقريبا 104 إلى 123 فيها آيات جميلة يا أيها الناس
أنت يا أيها القارئ القرآن الآن أنت أي نقصت بني إسرائيل كمثال العبودية مثال سلبي. لاحظ الدروس المستفادة منها من آية 140-123 انتهى الآن من المثال السلبي عند 123. جميل. في قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. بدأ وإذ ابتلى إبراهيم، هنا بدأ بمثال إيجابي. والمثال الإيجابي أعطانا في السورة مثالين، مثال إيجابي على مستوى الفرد ومثال إيجابي على مستوى الجماعة. المثال الإيجابي على مستوى الفرد قصة إبراهيم عليه السلام، نموذج للعبادة الصحيحة وحفظ الإيمان بالله من 124 إلى 141. هذا جميل. في مثال على مستوى الفرد. انتقل من آية 142، ما هي الآية؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هذه قصة القبلة وتحويل القبلة. يا شيخ طارق أيها المشاهد الكريم، هل تحويل القبلة شيء سهل؟ هل أن يقولك أحد يقولك لا يا أخي لا تصلي للمغرب، صلي للمشرق، شيء عظيم، شيء سهل؟ ابدا. هي 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 تظهر العبودية، هي عقيدة فيها. هي عقيدة، ما يمكن يتحول الإنسان بسهولة عن عن عن, عن عقيدته. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما ارتحل، لما انتقل إلى الهجرة من 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 مكة إلى المدينة، جلس 17 شهرا وفي رواية 16 شهرا وهو يصلي إلى المقدس، وكان يتمنى أن يتجه إلى بيت إلى 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 مكة، لكنه ما نزل عليه شيء فيها. كان يصلي العصر كما في الصحيح، الحديث في الصحيح، حديث البراء بن عازب في الصحيح، كان يصلي صلى الله عليه وسلم العصر، قيل كما في طبقات ابن سعد، كما في نعم طبقات ابن سعد أن القصة وقعت مع النبي، وقيل القصة لا، لصحابي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى بني سلمة، في رواية أنهم بيسلم، في رواية أنه غيرهم، وصل ووجدهم يصلون العصر، فقال والله لقد صليت مع محمد صلى الله عليه وسلم تجاه مكة. قال وهم قد صلوا ركعتين، فتحولوا مباشرة. لاحظ استجابة، لاحظ العبودية، لاحظ حقيقة استجابة عجيبة، يعني إن سمعوا الخبر الآن وتحولوا وهم مباشرة اتجهوا، ولذلك سمي المسجد القبلتين في المدينة المنورة، مسجد القبلتين، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان الصحابة. الصورة واضحة في المثال الإيجابي لحقيقة العبودية والاستجابة في العبودية. جميل. طيب بقي معنا 3 دقائق ترى شيخ. يا 3 دقائق احنا تونا داخلين. طيب طيب نستعرض اللي بعدها الآن. اللي بعدها الخامسة، وهي أكبر شمولية الرابعة للعبادة. ولا الخامسة؟ الرابعة. الرابعة. نعم. الرابعة. لاحظ الرابعة الآن. شمولية العبادة حقيقة لجميع مناحي الحياة. جميل. لما نقول العبادة ليست هي صلاة، مجرد صلاة يؤديها الإنسان، ليست هي زمان فقط، الله رمضان ولا مكان في مكة ولا في الحج ولا في المسجد. العبادة كما عرف العلماء هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. جاءت السورة تؤكد هذا المعنى، فمن آية 153 إلى 253 كم آية؟ 100 آية. بالتمام والكمال، سبحان الله. والله حتى لما نظرنا لما كنا نقول والله خلت 100، لا والله والله ما علمنا أن 100 إلا بعد أن والله وصلنا العدد. 100 آية بالتمام والكمال، من بداية الآية 153 والتي فيها قضية الابتلاء. لو فتحنا الآية 153، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. بدأ بالآيات في أشد قضية تواجه الناس اليوم في الحياة، وهي قضية الابتلاء بالمصائب. هذه من أعظم العبودية. ثم بدأ يفتح له مناحي الحياة، وهذه الرابعة كما تشاهد الموضوع الرئيس لها شمولية العبادة لجميع مناحي الحياة، تقريب 100 آية. لاحظ القسم الأول منها الابتلاء والمصائب من 153 ل 158. لاحظ القسم الثاني منها علامات العبودية من 159 إلى 167، وأتمنى المشاهد يكتب الآيات ويراجعها بعد الحلقة. لاحظ القسم الثالث الحياة والعبادة من 168 ل 214. لاحظ القسم الرابع الأسرة وأحكامها من 219 ل 242. لاحظ القسم الخامس في نفس الفرع الرابع هذا قصة طالوت وجالوت وأثره في الاستجابة والطاعة التي هي مدار العبودية. ما بقى شيء من 243 إلى 253. الأسرة، السياسة، الاجتماع، الحياة، عجب كل شيء. عجب والله. وأن تنظر للسورة وتنظر تقسيمها عجيب. ولما تدخل في التفاصيل، خذ مثلا الحياة والعبادة، تدخل في التفريعات، لاحظ يعني بدأ المال وأكل الحلال، القصاص، الوصية، الصيام، أكل المال الباطل، الأهلة عليها مدار أحكام العبادة، الجهاد، الحج، يعني أشار إشارات. لما دخل في الأسرة وأحكامها، دخل في قضية الخمر والميسر وأثرهما في التفكير للإنسان وإدارة الأسرة وذات العقل، ثم دخل في الأيتام، في النكاح، في الطهارة، في الحيض، في الأيمان، في الطلاق، في الرضاعة، في العدة والخطبة للنساء إلى آخره. هذا القسم الرابع. نشير إليه بشكل سريع. القسم الخامس، لعل الأخوان يعطونا دقيقة فقط. القسم الخامس أو الفرع الخامس والأخير هو التعظيم أس العبودية، وقسم إلى 3 أقسام.
قصة التعظيم والتوحيد من 254-260 وفي ثلاث أقسام: آية الكرسي، قصة النمرود، قصة عزير، قصة إبراهيم مع الطير، وكل قصص تهز القلب في التعظيم لله عز وجل. ثم نزل إلى الصدقة برهان على العبودية، بدأ يتكلم عن الصدقة وآية المداينة، وهي تنقسم إلى ثلاث أقسام: الإنفاق وفضله، ثم الربا والإعسار، وعلاج الربا والإعسار الدين والمداينة. وهذا ذكرها أيضا في ثلاث مقسمة الآيات. ثم ختم السورة بالتأكيد بأن العبادة لله وحده، تقريبا بثلاث آيات جميلة ورائعة. ليختم أن حقيقة هذه السورة إنما جاءت لأفضل أو لأعظم شيء خلق من أجل الإنسان، وهو العبادة. أنا اسمح لي إحنا نراكض الدقائق. لا أبدا، بالعكس والله دكتور إبراهيم، الحقيقة أنا حفظتها وأنا في الحلقة صدق، والله صدق، لأنها فعلا فتحت المجال أمام الشخص بأنه يعني يتعايش مع الآيات بشكل مرتب ومنظم ومنظومة. أنا متأكد الحقيقة أن المشاهد الكريم استفاد معنا من هذه الحلقة الجميلة الحقيقة. لكن في نهاية هذا المطاف يا دكتور، هل النسخ ستكون في الأسواق قريبا إن شاء الله؟ حتى لأن السؤال سيأتي، يعني أصلاً قبل الحلقة هي والله من ضغط أسئلة الآخرين. حقيقة ذكرنا إحنا في كم برنامج، أنا طبعاً الكتاب بين يدي وكما تلاحظ منتهي. المشكلة في القضايا الفنية في الخرائط تكبر وتكبر، لكن لما تضعها للناس بهذه الصورة صغيرة. فنحتاج إلى أي أحد يا إخوة فني جزاه الله خير يساعدنا في الموضوع، لأن الخرائط كبيرة. الأمر الثاني أيضا، كثير من الناس جزاه الله خير يريد الكتاب وأن يوزع مجانا. أتمنى أن والله من ييسر طباعته ونوزع على كل أحد. جميل شيخ، والله ما عاد معنا أبدا أي وقت. أيها الإخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا الحلق. ليس معنا إلا نشكر الشيخ على ما قدم في هذا الحلقة، ونشكركم أنتم، ونلتقيكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسمات درر يذكرها نسمات